سي دي جون كي ديمار بربي يتفرجوا فيهم وكان عجبكم قولوا لهم وكان تنجموا تكريتيكيهم على خاطر سي دي جون يزون بزوان دو فوتر سوتيان ومش السوتيان تاع يمينة بديم. الشارع كيما سانسبير من جروب قاعد معاهم باسكو شنو هي فيسبوك هي ماهيش بروبريتي معناها انتليكتويل فيسبوك هي مثلا ميني سوسيتي يتكلموا فيها التوانسه ويعبروا على رواحهم دونك اون لي ريبريزونت كيما مثلا تحكي فازا صارت في قهوه ولا طلعت في الكار دونك لوجيك اون سانسبير دو نوتر سوسيتي ما مجتمعنا فيسبوك ولا عاودنا نو عاودنا ما جينيش كتبنا جمله على حيطنا جينا دي سيتياسيون عايشينهم العباد وعملنا ايفور وحطيناهم اون دراماتورجي وما فما حتى شيء يمنع انا باش ناخذوا نكت من فيسبوك ونعملوهم سكتشوات. شنو انت في قانونك ولا في المورال ولا في القانون ولا في الدين ولا في المجتمع ولا في فرنسا ولا في حقوق الانسان في حقوق الحيوان يمنع ان نحن ناخذوا ستاتيو من فيسبوك ونعملوه سكتش؟ نو ما نجمش نكون شوف نجم بالتتر باسكو نجح هكا شيخين بيه العباد يعملوا مثلا يجيبوا لسكتور يعملوا بيه اون فوا نشوف مش ما نجمش يكون مسرحيه خاطر الكتابه المسرحيه تختلف على الكتابه بتاع كاميرا وتتحط وتحط سيتياسيون سي با لا ميم سيتياسيون. المسرح هي عنده كتيبه اخرى واصعب في خدمته واصعب في التكست نتاعو والعبد كي يتفرج فيك في المسرح ما عندوش نفس التلقائيه معاك ونفس الريسبسيون كيما يتفرج فيك في التلفزيون سي با باغي. مش خير هم كلهم زوج تجارب يعطيو كل واحدة واش تعطيك سي تي ديفيرون هابي ناس نوع اخر بوكو بلو لايت ليجي معناها نيفو دي بلاك دي بلاك كورت كيما قلت سي دي بلاك ان بو فيلوسوفي فيسبوك معناها فيلوسوفي ستاتيو جونغ جو سوي بريسي عندي جملة باش نكتب لي بلاك يتقالوا في جملة تونديس كو الشوت والتدليكة تاع كاميرا كافي طويلة تجي كان بعد في آخر حلقة فهمت معناها يفو غستي 20 مينوت باش تفهم تونديس كو في 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 هابينيس كل جملة وراها شوت نكتة معناها سي دو سي دو ترافاي ديفيرون. كيف انا تحطني في هابينيس ولا كاميرا كافي ولا في المارشي نبيع في المنسوقة بور موا سي باري دون لو سونس كو انا اكتور مانيش معناها فما خدمه معينه ولا دور معين لازمني نكون فيه كيما غدوه تنجم تلقاني ولا عمي وشفتني في لاجل عيون كاترينا في دور بوليس يخدم في الداخليه كلك شوز تري سيريو جو سوي ان اكتور افون تو مانيش شو با كلك شوز دو فيجي معناها عرفت ما تنجمش تلقاني في اربع اكثر من عامين ثلاثه مثلا دو تخوا كات سيزون في نفس الدور. انا وقت نجحت دور ميدو كان ذكرت ممكن تي صغير مازلت ما تغرتش وقت في دور ميدو وقت انا مثلا عملت معهم سيزون ونص وبعد قصيت وقت اللي طلبوا مني اني نزيد دور نجح برشا ينجح دور برشا بعد ساعات يلزمك ديما الببليك يستنى فيك باش تجيب له جديد الا ما جبتوش جديد الببليك التونسي يقلق منك وتولي هكا كي كاتيجوري معينه كيما مثلا فما اليوم ديزاكتور يحبوهم برشا توانسه لكن ما عادش يتصوروهم في دور اخر خاطر حياتهم الكل تعطيهم في ينجم يخلق بيان سور
لكن انا ما نخليهش يطبخ من ميدان تونسي على اساس انه بنتي والناس كل هنا واللي عنده العكس يقول لي يعرف كي يجي ميدان تونسي حتى ثلاث ايام من بعد باش يلقى مينيموم دو 10% ولا 10 دقائق زايدين جدد. وهذا معناها فما شكون يقعد بالاربع سنين يعرف في مسرحيه ماشي دقيقه جديده. يعرف اللي ما بين مثلا فيرسيون وقتها باش تلقى مينيموم ان كار دو ميدان تونسيا جديد، يعرف اللي فما بوكو دامبريفوزيسيون، ما يمنعش اللي ميدان تونسيا باش يجي وقت باش توقف على روحها، يعني مش تقعد حاجه انفيني على خاطر حتى لو ما قلتش منها العباد انا باش يجي وقت باش نقلق لازمني نعمل حاجه اخرى. عرفت وقت اللي نحس انا فديت ولا نحس كو البوبليك كومونس هكا نحد ريحه هكا من بعيد سونويي تنو فيها وانت قلقت. انا باش نعطيك الفلسفه نتاعي عكس العباد هذاك علاش ما تلقاش معايا حل. انت يمشي في بالك انا عندي دروج وطالع وفما قمه نحب نوصل لها. انا بديت هابط باش ما نقلقش من بعد باش كي نهبط نلقى الناس كل اللوطا شيخ معهم فما اللي مشات طلعت له تحسر وحده في البلاص يقلك. فهمتني كيفاش؟ كنت بلاص قبل تك تك انا كنت وحدي في البلاص وهابط تك تك تك. بالعكس راهو انا نخدم عكس العباد ما نخدمش بلونت كارير وما نخدمش على اساس توا نجحت في هذه باش ننجح في الاخرى. نخدم كيما يروق لي فهمتش معناها دون سونس ان مايون ليبر مانيش مربوط زعما بشهره ومانيش مربوط زعما بسيستم تاع ستار ومانيش مربوط زعما بجمهور يحبني ما يحبنيش. خاطر كان جا واحد مربوط بجمهور يحبه ما يحبوش راهو ما يوليش يتجلطوا ويقول كلام بعد ساعات ويعارك الدوله ويسب ويعمل برشا حاجات باش تكره. فما شكون يحب الفئات الكل تحبه انا ما نحبش الفئات الكل تحبني. نحب الناس اللي سونسيبل للفني وعندهم نفس الافكار كيف يحبوني والاخر نحبه ويكرهني ما عندي حتى مشكل. فهمت شنو نقصد؟ ما نجمش نعطيك جواب اليوم على مثلا ميد تونيزيا وقتاش توفى نجم غدوه اللي كيف نتاعي يقول لهم هاو كليك سي يودي وعندنا 100 عرض بعض وكلهم كومبلي نقول لهم لا مش مشكل ماشي حكايه نشوفهم تكتب فيا ولا دونك جو سي با اونكور. لا يا شريعه مستقبليه ان شاء الله حوايج العين فهمتني عندي سيري كلاس سيري كلاس بالكلاس اللي ما عرفتهم اللي خاطر هنا هذوك بداو يتريو وشاف القاشي لو بيه فهمتني قطن فهمت شنو يعملوا الحكايه من هنا وطرف ثالث